سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله البنات كما كتشوفوا لابسه حوايجي، باغا نخرج، بغيت نبدل شويه الجو، نخرج من نطاق الروتين اليومي العال. يعني كما كتعرفوا الوليدات، الدار، الكوزينه، الشقه، الروينه. المهم قلنا ان شاء الله اليوم غنخرج نبدل واحد شويه الجو. اتفقت مع بنت اختي، قالت لي دوزي عليا باش نمشي انا وياها. المهم انا ما عارفاش بالضبط فين غاديه، ولكن المهم غتمشيو معايا. فين ما مشيت غتمشيو معايا، بقاو معايا وما تمشيو فين ما مشيت غنديكم معايا. المهم انا دابا خرج نمشي نشد الطاكسي. المهم بنت اختي اقترحت عليا، كنت واحد ديك هو جاي قايد قايد. المهم اقترحت عليا بنت اختي، قالت لي نمشيو لابيلفي. المهم حنا غاديين نشوف الطاكسي. نشوف من الطاكسي جا عامر، داز عامر وصافي. المهم انا غنتسنى حتى نشد الطاكسي ان شاء الله وغنمشيو. ولدي سير، قول ولدي سيري بان حنايا شغلنا. زعما تنعاود لك، انا راه كنحشم، انا راه الصراحه اول مره كنهز لكم غادي فلوغ، راه باقا كنحشم مع البنات. المهم سمحوا لي داك الشيء اللي درت وقبل عليا اليوم. كيف خلات هذيك سميتها ها انتوما معايا وها انتوما معايا. ايوا المهم انتوما معايا، لا خصني نقول لهم انا ها انتوما معايا.
القهوه وديك الساعه عاد غنمشيو للدار. نظرنا ما نقدرش نصور لكم بزاف، كاين شي محلات لانهم كيبغوا انك تخلي كيخليوك زعما تصور، وكاين شي محلات اللي ما كيبغيوش. اليوم راه ماشي نفس النهار، اليوم لا غد ليه. البارح ملي كنا راجعين دزنا البوشريط عند واحد مول البيجامات وتعطلنا بزاف، دركني الوقت مع وليداتي، رجعت جري عليا نجري عليك. المهم ما بقيت شاركت معكم حتى حاجه. اليوم ان شاء الله قلت غنشارك معكم اشنو اللي خديت من لابيلفي. خديت البنات واحد البالغينه خديتها من مروه، هادي اللي عجبتني، وحتى الثمن ديالها اللي كان صراحه ما غاليش 99 درهم، كانت غير برومو دايره 99 درهم. انا خديتها يعني ما كانش على بالي اللون ولا هذا، ملي جيت للدار جاتني مع الجلابه اللي خيط، هي هذيك لا في اللون ولا في كل شيء. المهم غنشارك معكم حتى الجلابه اللي خيطتها لراسي. بالنسبه للبيجامات البنات، كما قلت لكم دس عند مول البيجامات، لقيت عنده تا واحد البيجامات اللي فنين، والاثمنه ديالهم اللي في المتناول، عنده صراحه الغالي والرخيص، ولكن هادو عجبوني بزاف، وحتى الثمن ديالهم اللي زوين بزاف. المهم غنشارك معكم البيجامه اللي خديت انا هذه، اليوم راني مصوتة على الكري. عجبتني هادي، هيا كتجي بحال هكا، أو السروال ديالها حتى هي البنات 99 درهم، يعني لا غلا على مسكين. مخرجينهم دابا دايرين تخفيض، وبنت اختي خدات هذه، خداتها هي في البلومارين نفس يعني نفس البيجامه، خداتها هي في البلومارين. هي هذه والسروال ديالها، يعني غير بغيت نشارك معكم البنات هادشي اللي خديته صافي. بالنسبه للبنات الجلابه اللي قلت لكم راني خيط، هي هذه والله العظيم باقا ما عمرني لبستها، باقا مطويه كما جبتها من المصبانه، باقا مطويه. هاد الجلابه البنات خديتها، خديت الثوب ديالها من الفالورا، اتسنى نكحس هكا باش يبان صافي، وتقديت ليها السلعه وخيطتها لراسي، درتها جبليه صافي، درت ليها السفيفه من هنا، يعني سامبل ما درتش شي مون بحال هكا كتجي. يعني الانسان كتكوني تخيطي يعني الحاجه كتطلع لك رخيصه بزاف. صافي درت ليها هنايا وهاد الشوشه القب، عرفتي جاتني زوينه مع الجلابه، يعني تقولي بحال راني شريتها على ود، والله ما شريتها على ود، انا غير عجبتني هاد البالغينه صافي. وهذا ملي جيت للدار جاتني هي هذيك معاه،
وصافي هادشي اللي كاين البنات. ان شاء الله حتى لشي نهار وغندير معاكم جوله في هاد المحل ديال البيجامات اللي عنده بيجامات صراحه اللي زوينين بزاف وفي المتناول، يعني اي واحد يقدر ياخذ من اثمنه عنده ما غالياش. وتل هنايا انتهى الفيديو ديالي، ما بقى لي الا نودكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. ما تنسونيش البنات من اللايكات، واللي باقي مشتركش معايا في القناه يشارك معايا، يعني كيلقى واحد المربع احمر اسفل الفيديو اضغط عليه ويفعل الجرس باش يوصله كل ما هو جديد. والى اللقاء. Oh, 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 oh.